يعلم أن الحكمة من الصوم أن يصوم الإنسان عن محارم الله، لا عن ما أباح الله فقط، بل عن محارم الله. الدليل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليش؟ لأي شيء؟ لعلكم تتقون، ما هو لعلكم تجوعون أو تعطشون، لعلكم تتقون الله عز وجل بالقيام بالواجب وترك المحرم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن الله لا يريد منا أن نترك الطعام والشراب الذي أباح لنا، إنما أراد منا أن ندع قول الزور والعمل به والجهل. قول الزور كل قول محرم، مثل الكذب، الكذب محرم. أتريد يا أخي المؤمن أن تكون مشابها للمنافقين؟